في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة هنا الزاهد، وهنكشف ليكم حقيقة حملها في طفلها الأول وفرق السن بينها وبين جوزها الفنان أحمد فهمي. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب القناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. هنا الزاهد من مواليد 5 يناير سنة 1994، والدتها هي شيرين المنزلاوي، وكانت زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا. وكان الفنان طلعت زكريا بمثابة الأب الهنا، والفنانة هنا الزاهد ابتدت مسيرتها في الإعلانات، وده كان قبل دخولها عالم الفن. ومن أهم أعمالها فيلم خطة جيمي وفيلم قصة حب ومسلسل سك على أخواتك. أما بالنسبة لحياتها الشخصية فكانت اتخطبت هنا يوم 15 أغسطس سنة 2018 للفنان أحمد فهمي، وبعد سنة تقريبا من الخطوبة اتجوزوا، وتحديدا يوم 11 سبتمبر سنة 2019، وعمل لها أحمد فهمي فرح أسطوري بمعنى الكلمة، وحضروا عدد كبير من الفنانين، والفرح كان في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل. ومن لحظة إعلانهم خبر جوازهم وانتشار صور زفافهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم بتلحقهم الإشاعات في كل حتة. والبداية كانت لما تعرضت الفنانة هنا الزاهد لأزمة صحية مفاجأة، وده كان خلال شهر العسل واللي كانوا بيقضوه في دولة سنغافورة، واتقال وقتها ان هنا الزاهد تعبت بسبب حملها في طفلها الاول، وانها دخلت المستشفى بسبب الارهاق والتعب. لكن جوزها الفنان احمد فهمي خرج للاعلام ونفى كل الاشاعات دي، وقال ان التعب اللي تعرضت ليه هنا كان بسبب وجود حصوات في المرارة. ومن فترة قليلة نشرت الفنانة هنا الزاهد على حسابها في موقع الفيسبوك صورة لطفلة صغيرة، وده خلى متابعيها يفتكروا ان هنا حامل وانها بتعلن عن حملها بطريقة غير مباشرة. لكننا عرفنا ان كل الكلام ده اشاعة، وان الصورة اللي نشرتها الفنانة هنا الزاهد هي لطفلة جميلة عجبها شكلها مش اكتر ولا اقل، وان الفنانة هنا الزاهد مش بتفكر في الحمل في الوقت الحالي، وده بسبب انتشار فيروس كورونا وتحذير منظمة الصحة العالمية من اتخاذ اي زوجين قرار الحمل، وده لخطورته الكبيرة على صحة الام والجنين. وبسبب تركيز الجمهور مع الفنانة هنا الزاهد وجوزها الفنان أحمد فهمي، ابتدى البعض يسأل عن فرق السن بينهم، وده يخلينا نتعرف مع بعض على تواريخ ميلادهم وفرق السن بينهم. فهنلاقي إن الفنان أحمد فهمي من مواليد 6 نوفمبر سنة 1980 وعنده دلوقتي 40 سنة، أما زوجته الفنانة هنا الزاهد فهي من مواليد 5 يناير سنة 1994 وعندها دلوقتي 26 سنة. وبكده يكون الفنان أحمد فهمي أكبر من زوجته الفنانة هنا الزاهد بحوالي 14 سنة. والسؤال هنا، هل ده بيعتبر فرق سن كبير؟ الحقيقة إن إجابة السؤال ده بتختلف حسب الرأي الشخصي من إنسان لإنسان تاني، وعلى حسب قناعة كل شخص. المهم التفاهم، التفاهم والحب الحقيقي هو اللي بيحافظ على استمرار أي علاقة ما بين أي اتنين. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.